قلت إن ربنا نجاك عشان تكفر عن ذنوبك، إيه الذنوب اللي جه في دماغك ساعتها إن ربنا نجاك عشان تكفر عنها؟ لا أنا مريت بظروف صحية أبونا أصعب باللحظة دي، يعني أنا مت فعلاً قبل كده، لا مت ما عرفتش إلا لما صحيت يعني أو ما فقت أو بتاع وكده. من منا بلا ذنوب؟ محدش. من منا بلا خطايا؟ محدش. مش كده؟ طبعاً. الواحد بيجي بقى في مرحلة في حياته فعلا زي ما قلتها لك أنا في الجملة، إيه إني على طول بقول ربنا كرمني، ربنا منحني المرض والتعب والحمد لله قمت وقفت على حيلي وبمثل وبشتغل الحمد لله. حتى أنا منزل يعني بوست قريب يعني إيه الأدوار اللي أنا بعملها في رمضان، وبقول لسه بمثل يعني لسه بشتغل. أيوه يعني لسه عايش، لسه بتبدع، يعني لسه عايش، لسه عايش، لسه عايش. واخدت بالك؟ ودايما الجمله دي بقول يا رب اجعل معاناتي في ميزان حسناتي. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.